شهر رمضان الحمد لله فهو شهر عطلة ديالنا احنا. بعدا اولا احنا تيكون عندنا شويه تعب في الاعراس على طول العام، فشهر رمضان تتكون استراحة ديالنا باش نعاود نشوفوا الوليدات شويه ونشوف الحفايد. انا عندي حتى الحفايد الحمد لله، وهذا الحمد لله شرف كبير لنا، وتنكونوا مرتاحين مع وليداتنا عاوتاني شويه. ولكن تنتوحشوا دائما الجمهور ديالنا. علاقتي بالطبخ انا تندخل شويه الكوزينه ونطيب شويه ونعاون مالي الدار شويه، ولا لي اخت المراه المغربيه خصني نطيبوا حتى نعيوا ونطبخوا حتى نعيوا. تعيش المراه المغربيه ويعيش الذوق الرافي على المغربي. شويه انا تندير شويه المارشي، انه انا عندي مشكل ديال عندي اغني ديسكال. انا عامل عمليه للدار ديالي. انا كنت لعاب الكره الحمد لله، والمراكشي انت عارفوها، وحبي كبير في الكوكب المراكشي لانه انا مراكشي، وكل فارق فرق الوطني بطبيعه الحال. وشويه تندير شويه المارش شويه غير بشويه، لانه ما تيمكنليش ندير واحد السرعه كبيره واسميتو. وانصح الناس اللي تيعملوا رياضه في رمضان يحاولوا شويه، ما تكونش ديك القوه في الرياضه. واخا يحس هو راه انه عنده شويه لينيرجي باش يطريض، يحاول ما يمشيش بديك القوه، لانه رمضان تيكون صعيب شويه بالصيام وكذا الى اخره. يعني يحاول يدير داك الشيء خفيف، وراه الرياضه شي الانسان دار شي حاجه خفيفه راه يمكن احسن ما يبقاش جالس. انا مغربي متتبع كل ما هو برودوي مغربي 100%، وتنقول لك دائما يعيش المغرب ويعيش بلادنا ويحفظ مالكنا يا ربي.